السلام الناس الزوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اولا بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. وسمحوا لي يلا غادي نقولها لكم، حيت صراحه ما صورت حتى شي فيديو قبل العيد اولا في العيد، ما كانش عندي الوقت نهائيا باش انني نصور. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك رول اللي كيجي لذيذ لذيذ بزاف، مكونات اقتصاديين موجودين في كل بيت، واهم حاجه انه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. انا كنسميه كيك ديال ضيوف الغفله. بقاو مع هذا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في دي كومونتير ودي لايك كيف ديما. هنا بالنسبه للمقادير، كما قلت لكم مقادير اقتصاديين، غادي نحتاج 4 ديال البيضات، من الاحسن انهم يكونوا من الحجم الكبير، 200 غرام ديال الدقيق اللي يكون مغربل، 200 غرام ديال السنيده، عندي هنايا قبيصه ديال الملحه، وعندي هنايا ساشي ديال الفاني وساشي ديال الخماره. هنايا كما قلت لكم اول حاجه غادي ندير هي غادي نطرب البيض مزيان مع القبيصه ديال الملحه وساشي ديال الفاني و200 غرام ديال السنيده. كنبقى نطرب مزيان الخليط ديالي حتى كيتضاعف ليا اولا حتى كيولي ليا الحجم ديالو مضاعف وكيولي اللون ديالو ابيض. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، انا هاد الكيك هذا كنسميه كيك ضيوف الغفله، حيت صراحه المكونات ديالو موجودين في كل بيت، الطحين السنيده والبيض، يعني ما كنحتاجوش معاه شي مكونات اخرين مثلا بحال الزيت بحال الحليب. انا الوقت اللي كنت كنقاد فيه هذا الكيك هذا وكنت كنصور لكم هذا الفيديو، كانوا عندنا الناس يلاه دخلوا يلاه بركوا. قلت اجي شنو غادي ندير، غادي ندير هذا الكيك رول دغيا كيوجد، والمذاق ديالو بنين واقتصادي وما كيتحتاج انه يتسقى، يعني وحتى في الحشوه الدخلانيه نقدروا نعمروه باش ما بغينا. انا صراحه كان عندي الكونفيتور وكان عندي الشوكولات وكانت عندي لا كريم، ولكن فضلت انني نديرو بالكونفيتور حيت حتى هو ما كيخطاش اي بيت. وصافي هنايا كما كتشوفوا غادي نبدا نخلط في الخليط ديالي حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالو. من بعد داك الساشي ديال الخماره عفوا غادي نغربلو ونخلطو مع الطحين، والطحين هنايا حتى هو غادي نخدم كلشي بالطراب الكهربائي. صافي بالنسبه للاطا ديالي فانا راني درت ليها البابي كويسون غير بحال هكا باش ما يتلصقش ليا الكيك ديالي في اللاطا. كما كتشوفوا بعد ما طربت المكونات ديالي كاملين، هنايا بالنسبه للاطا كما قلت لكم فانا فرش ليها البابي كويسون. القوام ديال الخليط راه كيجي شويه ثقيل، ما كيجيش يعني جاري. هنايا غادي نبدا نسرحو شويه بشويه بالاسباتيو ديالي. صافي حتى غادي نقادو في اللاطا كامل. هنا بالنسبه للفرن انا طيبته في الفرن ديال الغاز، كنشعل من التحت ومن الفوق العافيه تكون مهيله. بالنسبه للمده ديال الطياب راه ما بين 12 حتى 15 دقيقه، ماكسيموم ديالها 15 دقيقه باش تجي هشيشه وما تحرقش لينا وبحال هكا ما تقصحش لينا في الفران. صافي كما كتشوفوا هنايا بعد ما سرحتها في اللاطا غادي نضرب واحد شويه. هنايا بعد ما طابت ليا كنخليوها انها تحمر واحد شويه من الفوق، بحال كيجي داك اللون الذهبي يجي زويون. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نحيدها من اللاطا، غادي نحاول انني نقلبها على واحد البابي كويسون واحد اخر، وهنايا غادي ندير ليها الكونفيتور وهي باقا سخونه. هنا كما كتشوفوا انا درت واحد الموس باش بحال كنشوف واش انها طابت، وفعلا راه دغيا كطيب. المده ديال الطياب كما قلت لكم ما بين 12 حتى ل 15 دقيقه كحد اقصى، يعني ما كنفوتوهاش
ديك 15 دقيقه صافي. انا هنا غادي نحيدها من لاطا، غادي نحاول انني نقلبها كما قلت لكم في واحد البابي كويسون واحد اخر، وغادي ندير ليها لا كونفيتور ديالي. كما كتشوفوا بالنسبه لا كونفيتور ديالي، فانا غادي نديرها في الجهه الفوقانيه ديال الكيك. غادي نديرها والكيك باقي سخون، يعني ما غاديش نتسنى انه يبرد، حيت من بعد غادي نديرو في الثلاجه وغادي يبرد. كما كتشوفوا غادي نبقى نقاد بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وكما قلت لكم بالنسبه للحشوه تقدروا تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم في البيت. انا هنايا درت لا كونفيتور، يعني غير مثال، انا عطيتكم غير مثال. صافي كما كتشوفوا بعد ما سرحتها غادي نحاول انني نرولي داك لو كيك ديالي على هذا الشكل هذا، وهو باقي سخون باش يشد ليا ديك لا فورم ديال الكيك رول. صافي غادي غادي ندورو على هذا الشكل هذا، غادي نغطيه بداك البابي كويسون وبواحد سيرفييت، وغادي نديرو في الثلاجه. الثلاجه خليته تقريبا غير واحد 10 حتى 15 دقيقه غير باش يشد ليا لا فورم ديال الكيك رول. هنايا يعني كما كتشوفوا خرج ليا واحد شويه ديال لا كونفيتور، ولكن ماشي مشكل غادي نحيدها. هنا غادي نقاد الجوانب، دوك الجوانب اللي كيبقاو قاصحين شي شويه غادي نحيدهم. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري من الفوق، انا هنايا اكتفيت غير بلا كونفيتور. غادي ندهن واحد شويه من الفوق وغادي ندردب عليه شويه ديال الكوك. واحد الشكل اللي هو بسيط وكيجي صراحه لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في التعاليق الا جربتوها كيفاش جاتكم. هنا كما كتشوفوا صافي غادي نبدا ندير في الكوك ديالي. وكما قلت لكم هذا الكيك هذا راه ديال ضيوف الغفله ودغيا كيوجد، وعلاش لا نقدروا نديروه حتى حنايا، يعني الا تشهينا شي حاجه حلوه راه دغيا كيوجد. وهنايا غادي نبدا نقطع لكم شويه ديال لي مورسو باش تشوفوا ديك لا كونفيتور كيفاش جات من الوسط. صراحه المذاق جا بنين بنين بزاف. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه، الا فضلتوا انكم ديروا لا كريم من الوسط، حاولوا انكم تسقيو لو كيك ديالكم حيت لا كريم كتنشف لينا لو كيك. هنايا بالنسبه لا كونفيتور ما احتاجيتش نهائيا انني نلصقيه. وهنايا غادي نكون وصلت لاخر الفيديو، نتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا دي لايك ودي كومونتير فيهم الاراء ديالكم كيف ديما. ولا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تخليو ليا سبسكرايب وتفعيل الجرس باش بحال هكا يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على التفاعل ديالكم وعلى لي لايك الزوينين ديالكم وعلى لي كومونتير. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا.